ما اقول عوائل، ما اقول هذا البدو، ما اقول هذا العين، سمعوني سمعوني يا اهل تويتر. فمنو اللي انجرح من هالكلام؟ اللي اصلا في شك في جنسيته. المتعور هو اللي قام يصايح، اللي انضغط هو اللي قام يقول اخ شو هالكلام، ما كنا نسمعه قبل. لا سمعه ولازم تسمعه. نعم زين. لما رحتوا مجلس الامه في نواب اعترضوا على وجودكم واعترضوا على حضوركم وقالوا ليش جايين هذول؟ شوف ايه، في نواب مع الرئيس قابلونا بالاحضان. ايه، وفي نائب طلع راح البوديوم على طول وقال شلون يواجهوننا هني؟ لا نواجهكم، انت تمثل الامه صحيح، وانت بحكم بالدستور انت على عيني وراسي، ولكن انا بعد على عينك وراسك، انا كمواطن كويتي. ليش سوى هالفعل؟ حضنكم وانتقدكم؟ لا مو هو، مو هو، في ناس حضرتنا استانست من كلامنا، وفي ناس انا اعتبرهم متضررين. اذا ترجع يعني دائما للاسف هذا جويهل الجديد، لا يبا ما الجويهل الجديد، مع احترامي الكامل لجويهل صح زين كشخص، انا احترم المطالب، ان الكويت للكويتيين، الكويت للكويتيين. انت كندري، انت 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 اصلك بدوي، اصلك عيمي، اصل مذهبك شنو، شيعي سني، انت كويتي، الولاء للكويت وبس، الولاء للكويت.